مؤسسة بحثية في عام 2003 من قبل الإدارة الأمريكية ببحث القضية الفلسطينية وإعطاء تصور للحل. وكان الحل كما هو معلوم منشور، ليس سرا يعرفه قادة العالم وسياسيون، وأعرفه مثقفو قراء الصحف والمجلات وسامع النشرات يعرفون. فكان ما كان مما سأحكيه بحول الله رب العالمين، وهو أمر مفضع ينبغي أن يلتفت إليه، وإلا فالعمى عنه كارثة بكل المقاييس، ولكن يهون كل شيء يقع في هذه الدنيا إذا ما اضمحلت العقيدة فيها، إذا ما اهتزت أركانها وانبهمت معالمها وغامت حدودها، ولم يكن حاضرا في حس المسلم بمعناه الحق معنى لا إله إلا الله، ليست بكلمة تقال. فلما كلفت تلك المراكز البحثية بإعداد رؤية وتصور للحل، الحل على الطريقة الكفرية الشركية الإلحادية لا على سبيل الحق ولا على نهج العدل، وإنما على سبيل الحيف ونهج الجور وطريق الظلم. فكان أن أوسط بأن يرحل الفلسطينيون في الضفة إلى الأردن، وأن يرحل الفلسطينيون في القطاع إلى سيناء، والحجة عندهم هي أن سيناء كانت منذ عهد محمد علي الذي يقال له باشا إلى الثورة المصرية في سنة 19، قالوا كان هنالك قطاع في سيناء ليس مصريا، وإنما يسكنه بعض الشوام وبعض الأغراب الذين ليسوا بمصريين، وعليه فهذا القطاع من سيناء ليس مصريا، وعليه فلا بد من ترحيل الفلسطينيين إليه، وليكن بعد إذن لهم وطنا. هذا ما أوصت به، وهو بعينه ما تراه اليوم. الضغط على أهل القطاع على هذا النحو الهمجي البربري من أجل دفعهم إلى دخول ذلك القطاع من سيناء، ثم لا يسمح لهم بعد بالعودة إلى أرضهم، وتصير القضية الفلسطينية بعدئذ في حجر الدولة المصرية، وليكن بعد ذلك ما يكون